المطبات الهوائية ستتضاعف نتيجة التغيير المناخي. أرسل دكاش والتفاصيل. التغير المناخي اللي عم بيشهده العالم من كذا سنة لليوم عم بيكون السبب بتغيير معالم الطبيعة، وقد أشارت دراسة بريطانية حديثة إلى أن الرحلات الجوية خصوصا العابرة للمحيط الأطلسي رح تتأثر بالمزيد من المطبات الهوائية بالمستقبل إذا واصل المناخ تغيره. وبتقول الدراسة أن الطائرات عم بتواجه حاليا ريح أقوى من يلي كانت تواجهها بالماضي، وهالظاهرة مرشحة للتفاقم بالمستقبل، والمسافرين رح يشهدوا عدد أكبر من المطبات الهوائية بحلول منتصف القرن الحالي، وهالمطبات رح تكون أشد من يلي تعودوا عليها. وبحسب يلي أجرى هالدراسة المثيرة للاهتمام، موضوع ما رح يكون محصور بس براحة المسافرين، إنما رح تكون له عواقب مالية كمان، بحيث رح يضطر الطيارين إنهم يتجنبوا مناطق المطبات بتغيير مسارات رحلاتهم، يعني استهلاك أكبر للوقود، الأمر يلي رح ينعكس بدوره على ثمن التذاكر يلي بدهم يدفعوها. وركز فريق البحث دراسته على الممر الجوي شمال المحيط الأطلسي يلي بيستخدمه زهاء 600 رحلة جوية يومياً بين أوروبا وأمريكا الشمالية، وأشارت النتائج إلى أن شدة المطبات قد ترتفع بنسبة بتتراوح بين 10 و40%، بوقت بتتسع مساحة الجو المتأثر فيها بنسبة بتتراوح بين 40 و170%، يعني وبتعبير آخر رح تتضاعف مساحة الجو المتأثرة بالمطبات الشديدة وتزيد نسبة احتمال وقوع مطبات متوسطة أو قوية الشدة بنسبة 10.8%.